قبل ما اطلع فصل نستمع الى شيء تحب نسمع من المديح والإشاد؟ نعم تفضل. احنا كنا هنقول حاجه الشيخنا الشيخ طه ده من ما كان يشتغله مولانا الشيخ طه الفجر. تفضل. وفتحت مكة ماء سأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعناد حررت كل العالمين من الردى ومن الضلال وذل الاستعباد وإلى رحاب القدس سرت مكرما وإلى رحاب القدس سرت مكرما وسريت يتبعك الأمين الهادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سبح المولى الحمام الشادي الله 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 يا 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 الله الله الله. نطلع لفاصل ونعود نواصل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور حسام فرفور.